لاليزار مين هي؟ مين بتكون؟ هي اسمها صنوبر ومن أصول روسية، وهي خليلة مولانا الجديدة. أمرنا نضمها للجواري وننزل اسمها بالسجلات. وهلأ عن إذنك. سلطانة، أنتي منيحة بالوقت اللي أنا ناطرته على نار ومرعوبة عليه وخايفة يكون صار له شي. مراد كان يا سلطانة، أنتي زوجة السلطان مراد خان الوحيدة، شو بدك بالجواري؟ هدول أصلا موجودين للمتعة وبس. مراد ما بتغري الجواري، بس بما أنه جابها معه لهون على القصر يعني. سلطانة خلينا نمشي. كنت مرعوبة وخايفة عليك، توقعت يصير هيك؟ المهم هلأ إني رجعت. هالقصر ما بيعني لي شي لما تكون غايب. أنا بشتاق لك بكل لحظة، وبصير بحلم إني رح أشوفك. واضح إنك ما عم تبادلني نفس الشعور. شو بدك تقولي؟ المرة اللي جبتها معك لهون عم بيقولوا إنه هي خليلتك، مظبوط؟ واضح نسيت وعدك، نسيت إنك وعدتني ما تحب غيري. بس هلأ الوضع تغير طبعا، لأني ما بقدر جيب لك ولاد. لا الظروف ولا الوقت مناسبين لنحكي بها القصة. أنا عندي فضول لأعرف شو صار بيناتكن. معقول حاسس إنك عم تحبها؟ لو سمحتي هلأ فاريا ارجعي على جناحك.